تتويجات التتويجات اللي كنا ديال كاس العرش والبطوله، وهذا كاس صدقه يعني غالي، اول فريق مغربي تيشارك فيه والحمد لله انا فزنا به. كانت المقابله شويه شيئا ما صعيبه رغم ان النتيجه كبيره، كان المستوى متقارب، عمل ربما الحراره هي اللي تاثرت شيئا مع البنات في الشوط الثاني، والحمد لله كان الفوز علاش ما جينا، احنا الهدف ديالنا هو كان الفوز، الحمد لله حققنا الهدف. رغم ان احنا في بدايه موسم، في البدايه بارك للجيش الملكي يقول له الف مبروك، فريق كبير اليوم ما فيش حد خاسر، انا بالنسبه لي خسرت النتيجه لكن اكتسبت احتكاك كبير رغم قصر الفتره، لان احنا جالنا علم بالمباراه من حوالي بالظبط ماكسيمم ما كملوش 8 ايام. في لعيبه في الجيش الملكي على مستوى عالي.